اول سنه فعلا غير التجربه الاساسيه بتاعتنا. هي بنستعرض الطرق الجديده في تبريد الاجهزه الالكترونيه. احد الطرق اللي هي واضحه قدامنا بالامرجن كولنج، يعني ان انا بغطس الثيرمال لود او الديفايس اللي بيعمل عندي هيت لود في جوي. انا اصلا عندي الديفايس اللي هو بيعمل هيت لود عندي في الكمبيوتر ايه هو؟ البروسيسور. فهتلاحظ كده هتلاقي محطوط زي هيت اكشنجر على البروسيسور بميه. الميه هي زي ميه بتاعت الفلتر. زي بتاعت العربيه. ايه؟ هيت اكشنجر 4 باص. ده كده اندايركت اميرجن كولنج. ادي اول باص، ثاني باص، ثالث باص، رابع باص. اندايركت يعني ايه؟ يعني فاصل، في سطح فاصل ما بين البروسيسور وايه والليكويد. في برضه في ابلكيشنز ينفع فيها الاميرجن كولنج، فده كده اميرجن اندايركت. فده بالظبط مشروع التخرج كانوا زمايلكم عاملينه السنه اللي فاتت تحت اشراف الدكتور سيد كاسم. فممكن نبص كده على الميه داخله، هتشيل اللود عندي، تخرج بعد 4 باص، هطرد اللود بتاعي في كوندنسر. عندي ايركول. فعندي فانتين بشيل منها اللود بتاعي، بعد كده بيخرج على رليف تانك ان انا بريح الفلوم التربلنس يعني، واسحبه تاني. بعد كده بسحبه تاني. في هنا طبعا في لينك ديت عشان بعمل ميك اب ووتر، ممكن اعمل ميك اب. بعد كده طبعا ايه في الدايره دي؟ مفيش غير بامب. طب والميك اب ووتر ممكن اعمل من فوق او من تحت. طب يا باشمهندس الميك اب ووتر دي عشان لو مش هعمل تاني كده غالبا ده ما بيبقاش موجود يعني. طب والميك اب ووتر بتروح فين؟ هو فين اللوس في ووتر؟ ممكن يحصل فين؟ يعني يحصل قبل وبعد البامب مثلا في اي حته، ما اعرفش. بس مش المفروض ان هو كلوزد سيستم يعني؟ ايوه بس ممكن يحصل ليكج يا باشمهندس في الوصلات او الكونكشنز ديت، فاهم قصدي؟ مش دي مربوطه بيها؟ بس لو حصل لك بس ده في الحقيقه اصلا ما بيبقاش موجود. ده مشروع تخرج زمايلكم منفذاه. فده ما اعتقدش لو في زمايلكم بيحب يروح يقول ولا حاجه يدوروا مش هيلاقوا السيستم ده. ينفع ان انا اصلا اوديه الكمبيوتر بالشكل ده؟ لا. فده مش موجود. تعال بقى نشوف الطريقه الثانيه. عشان ممكن يبقى في شويه تربلنس يعني، فيعني عشان الهواء ما يخش. اخدوا رمل. تاني طريقه لسه ما لناش دعوه بالناس اللي عايزه تمشي ولا تروح. تاني طريقه ايوه يعني هيحضروا بس مش هستعجل، مش هدوس بقى في الشرح قوي يعني. لا براحتك. تاني طريقه بنتكلم عن هيت بايب. دي فين؟ هي من ازرق. يعني ايه هيت بايب؟ ممكن ورقه كده وقلم؟ اتفضل. خلاص ماشي. حسن بس. سمعت عن موضوع الهيت بايب ده؟ الدكتور عصفوري في واحد زميلكم امبارح قال لي، الدكتور عصفوري قال يعني ايه هيت بايب؟ بيقول لي الناس اللي بتاخد الكونديشن. ولا حتى لا تركش بقى احسن في تصوير. الهيت بايب دوت اثنين سيكشن، ايفابوريشن وكوندنسيشن. ده الترم الاولاني مش الهيت بايب. هيت بايب مش بس هو ده، بس فكره البويلر كده. دي زي دايره التبريد بالظبط، كوندنسر وايفابوريتور. فعندنا جزء الايفابوريتور بيعمل ايه؟ الليكويد اللي جوه بيحصل له ايفابوريشن، بيتبخر. غالبا ده بيبقى محطوط في وضع عالي شويه عشان الفيبر يمشي عكس الجرافيتي، صح؟ فالفيبر بيبدا يطلع في المواسير يتكثف، صح؟ يبقى ليكويد يوم نازل. بس طبعا في فرق ايه؟ في البريشر ما بين الاثنين او التمبريتشر. وانتوا تفتكروا في تي كوندنسيشن والتي ايفابوريشن. الفرق ما بينهم دوت كان بيعملوا ايه؟ الاكسبانشن او البامب او كومبريسور يعني. هنا طبعا ايه؟ الفيبر طلع لوحده يعني ما احتاجتش كومبريسور، صح كده؟ انما هنا يبقى لازم في اكسبانشن. هو بيستعرض حته الاكسبانشن بحاجه اسمها ويك ستراكشر. هي نفس الافكت بتاعت الاكسبانشن. بس ما اعرفش هو بيسميه ايه ويك ستراكشر. انا قصدي عشان الناس اللي هتيجي تعمل سيرش عن الهيت بايب يعني. لو في واحد عايز يكتب الريبورت بتاعه عن هيت بايب ويك ستراكشر. يعني قريت في الموضوع ده طبعا قبل ما اجي، فبصيت لقيته بيقول لك ان دوت اسمه ويك ستراكشر وبيعمل بريشر دروب ما بين القطع ما بين الريفابريشن وايه
وكوندنسيشن. يعني ليكويد بيعمل بريشر دروب بعد كده الفيبر لوحده بيطلع. هنا هنا ما فيش بقى كومبريسور. كانت الدايره دي ما فيهاش اي ميكانيكال ايلمنت بالنسبه لي. فهمتوها كده؟ ففين بقى هنا الجزء اللي بيحصل فيه فايبريشن؟ الجزء اللي بيحصل فيه فايبريشن للفلويد هو على البروسيسور صح، اللي هو بيسخن الفلويد. والجزء اللي بيحصل فيه كوندنسيشن هو الفانا اهو، الكويل اللي مكفوف ده صح كده؟ ورك والله ما فيش ورك. باشمهندس بيسال بيوم في ورك؟ لا مفيش، ما فيش اي ورك. مش ينفعش ان في دايره من غير ورك؟ لا هنا مفيش ورك قلنا. امال مش هشرحها؟ الاليمنت اللي هو بين ال بيعمل اكسبانشن. ما ده مش الكميه زي قصدي يعني؟ زي ايوه بيخنق الفلو. ما قلنا اكسبانشن يا جماعه، يعني مش عارفين يعني ايه اكسبانشن. يعني سروتلنج فالف. سروتلنج. انت بقى ايه المطلوب منك بقى في روبوت بعد ما اتكلمنا عن النقطتين دول؟ هتختار اي طريقه من دول اللي احنا اتكلمنا عليهم، او في طرق طبعا اكتر. يعني تسمع عن طريقه السيرمو الكتريك كولر. السيرمو الكتريك كولر ما تسمع يعني؟ سمعت الاسم. طب ده اصلا عامل شغل فكرته ازاي؟ فكرته ازاي؟ اسمع، عارفين طبعا السيرمو كابل فرق درجات الحراره بيعمل اي ام اف صح؟ انا بقى لو جيت اديته اي ام اف، لو عكست الدايره، لو انا بقى اديته اي ام اف هيعمل فرق درجات حراره على التوجر. هاخد الجزء البارد احط على البروسيسور، والسخن احط على بره الامبيانت. عكست الدايره، ده اسمه السيرمو الكتريك كول. طب هي الدايره سهله، فدي دي بتستخدم في تبريد فعلا الكمبيوترات يعني. ايه دي سهله للدرجه دي يعني؟ ان هو فعلا يجيب سيرمو كابل ويجيب ما هي نفس ده بسيطه جدا. عكست الدايره، عكست الدايره بس. فهمتها كده؟ فدي طرق. في برضه طريقه ممكن وانت بتعمل سيرش، يعني خش واكتب الكترونكس كولنج ميثودز، ممكن تلاقي في طريقه بتبريد الفريون، دايره فريون بالظبط. شفتها دي على الكمبيوتر في السيرش، شفت كومبريسور محطوط جوه في الكيس. فدي كده دايره فريون. فانت بقى المفروض تختار طريقه واحده تشرحها في صفحتين. يعني هو كاتب لك كده ثلاث صفحات بالكفر، يعني نختار طريقه واحده بس، طريقه واحده لتبريد جهاز اجهزه الكتروني، جهاز واحد الكتروني في صفحتين بقى. ما هو صفحه كفر بيج. ده ريبورت اللي بكلم عليه. دول مش لازم تجربه من دول، مش لازم تجربه من دول، اي طريقه من اللي احنا قلناها دي لتبريد اي جهاز الكتروني، مش شرط كمبيوتر. امال الفلويد اللي جوه هنا بصراحه ما اعرفش الفلويد اللي جوه ايه، بس هو حته الهيت بايب في كذا فلويد. يعني فريون يدي طبعا ايه فرق درجات حراره اكتر من الميه. هو بقى عن الهيت بايب هتلاقي ان بيستخدم فيه كذا فلويد، بس هنا بصراحه ما اعرفش قد ايه. يا عم انت بتنيل. الناس بقى جت عملت ايه في مشروع التخرج؟ يعني ده مشروع تخرج، عملت ايه؟ كانوا عايزين يشوفوا الكفاءه بتاعت السيستم ده. جابوا كمبيوتر عادي اللي هو بيتبرد بتاعنا ده، اللي هو فانا بالفانا العاديه، وشافوا درجات الحراره مع الطايم. ودوت درجات الحراره مع الطايم، فين بقى درجات الحراره مع الطايم؟ اهو ده الداتا اكوزيشن على درجه الحراره بتاعت البروسيسور. لو شغلت اي برنامج هتلاقي درجه الحراره بتاعه. فشغلوا بقى نفس الموضوع وشافوا ايه التمبريتشر مع الطايم. فاول بيريد او اول انترفال كانوا مدين نفس الترند، بس بعد كده بقى ايه لو انت زودت الطايم دوت ده بقى ده بيحافظ على درجه الحراره. يعني ده هتلاقيه تقريبا كونست، انما بالفانا بيبدا ايه يعني يبدا يعني بحيث ان انا لازم اريحه بقى. يعني دوت بيستخدم مثلا في كونتينوس اوبريشن هيت بايب. الناس بقى هي مركزه في كلام. يعني طبعا في فرق ما بين الهيت كاباسيتي بتاعت الهواء والميه، عشان كده بتجي سي بي ووتر باربعه والاير بواحد. بس طبعا انا برد بميه احسن ما برد بهواء. ايه نوع الفلويد اللي هستخدمه هنا؟ ما قلنا بقى ما اعرفش نوع الفلويد ايه. قلنا في كذا فلويد بيستخدم في الهيت بايب. يبقى فلويد معانا عشان يطلع مش انا اللي رحت اشتريته. مش انت رحت اشتريته، بتكلم ان هو نوع فلويد لازم عشان يتحرك من لا في ايه ربع عن الهيت بايب، في ميه وفي فريون وفي كل حاجه. بس اللي هو فلويد يتحرك منه لنفسه وفرق الكثافه لازم يبقى نوع فلويد يعني ما خفيف. اه يلا نروح بقى على كده ريبورت يا جماعه. تكلموه على قد ما تقدروا بقى يعني، بدل ما ترجعوا تقولوا